حول إلى محمد الفنيش من لندن. محمد، يعني ما هو الجديد الذي يحمله قانون التباعد الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم؟ نعم زميلة سينار، اليوم بدأت الإجراءات التنفيذية لقانون 6 أشخاص فما تحت، هذا في ظل سياسة التباعد الاجتماعي وفي ظل الوقاية من وباء فيروس كوفيد-19 هنا في المملكة المتحدة. الإجراءات التي قررتها حكومة بوريس جونسون تفرض على لا يكون هناك تجمع أكثر من 6 أشخاص باستثناء بعض الحالات المرتبطة بحالات العمل والمدارس والجامعات وكذلك أماكن العبادة، على أساس أن تكون هذه الأماكن قد قسمت إلى مجموعات في 6 أفراد. العائلات أو المنازل التي توجد بها عائلات أكثر من 6 أشخاص أو 6 فما فوق يمنع عليها الزيارات العائلية بالمرة، وكذلك هناك غرامات مالية لكل شخص قام بخرق هذا الإجراء، الغرامة 100 جنيه استرليني وقد تصل إلى 3500 جنيه استرليني بما مجموعه، وفيما حال هناك حالات كذلك فيها متابعات قانونية إذا ما كانت هناك حالة العود. كذلك لابد أن أشير أن عدد الإصابات في المملكة المتحدة خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 3330 حالة إصابة، وعدد الوفيات 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة بسبب فيروس كوفيد-19. الاختلاف فقط هنا عندما نقارن هذه الإصابات، هذا العدد الكبير، مع أبريل الماضي كانت عدد الوفيات تقريبا 800 وفاة في كل 3000، الآن 5 وفيات في 3000، وبالتالي يبدو أن الوفيات تراجعت لكن الإصابات ترتفع، وموجة ثانية بدأت تدق ناقوس الخطر هنا في المملكة المتحدة.